أردوان شيغر 24 سنة تزادي في مدينة وجدة. كديت الباك ديالي في مدينة وجدة مشيت لمدينة باريس باش نكمل قرايتي في الانفورماتيك. درت 5 سنوات في اون ايكول سوبيريور بوليتيك دو باريس. Après donc تخرجت انجينيور ان انفورماتيك. دونك دابا جو سوي انجينيور ان انفورماتيك و ان ميم تان اربيتر دو فوت au sein du club Paris Saint-Germain. Alors, à l'heure de la première fois, je suis un peu plus grand. J'ai eu le club MCO, Mouloudia Toujda. J'ai joué à l'âge de 15 ans. تكلم فيها شاركت في مباريات في البطوله نتاع الكتاكيت والشبان المغربيهم. ابري كي كملت دونك ما قديتش نكمل الكره معاهم. كنت نقرا سيونس مات كانت شويه قاصحه. لونترينمون كان عندنا مع 12 تاع اميدي دونك سيتي ان بو دور لا بور موا. مشيت دونك فوالا وقفت كرة القدم وكملت القراية ديالي خديت الباك ديالي. ابخي كي مشيت لفرنسا دخلت لواحد النادي نتاع بولوني بيونكور اللي كيدربو الان المدرب دومينيك. دونك لعبت معاهم وكذلك دونك كانت شويه صعيب بالنسبه ليا لحقاش انا مشيت لفرنسا باش نقرا ما مشيتش باش نلعب. وكنت كنتخلف على شي على دروس دونك كانت صعيبه بالنسبه ليا وما قديتش نكمل كرة القدم في هذا النادي العريق. ومورها اقترحوا عليا مسؤولين تاع هذا النادي باش ندخل العالم التحكيم. الهندسة والتحكيم ما كنظنش كاينه شي علاقة. الهندسة هو انه ملي كنت صغير كنت كنحلم باش نولي مهندس ماشي بالضروره في الانفورماتيك. مي كي كبرت وبحثت كل شيء لقيت الدومين تاع الانفورماتيك مطلوب بزاف لا في المغرب حتى الا بغيت ندخل المغرب مطلوب وكذلك مطلوب بكثره في فرنسا. والتحكيم في كره القدم كما قلت لك انا كنت لاعب كره القدم كي ما قديتش نوصل بهذه الهوايات نتاع اللاعب قلت التحكيم غادي ياخذ لي اقل من الوقت دي زونترينمون في لا سيمين و الويكاند كندير الماتش ديالي. دونك فوالا كانت مسألة وقت وصافي. دابا دونك فوالا بديت درت لا فورماسيون تاع التحكيم. الحمد لله تكلاسيت في 2013 تكلاسيت الزوج في لا ريجيون باريزيان. فوالا دونك شافوني جاو لي زوبسيرفاتور شافوني في واحد الماتش الحمد لله داز مزيان. وهي هذيك فوالا جي سوتي 3 نيفو او ميم طون الحمد لله. ودونك من بعد هذا الشيء كنت كل عام يعني كيجيو كيشوفوني فوالا دونك هكا سي كوم سا فونكسيون كنجيو كندوزو تيست اكري ابخي عندنا البراتيك كيشوفونا في لي ماتش. والحمد لله دازت مزيان 4 سنين دونك درت فيها كاع الماتش النهائي نتاع لا كوب تاع لا ريجيون تاع الجهه باريسيون. والان راني كنحكم في الدوري الشباب بفرنسا. وبحكم انني عندي كو جي كو 24 عام ما نقدرش نزيد نطلع الشامبيون بروفيسيونيل دونك كنستنى غير لاج شويه ديالي نزيد واحد 3 سنين واحد الاكسبيريونس تاع 3 سنين في الدوري تاع الشباب وان شاء الله نكون في البطوله الاحترافيه. مي جي ديجا درت واحد الماتش هذه جوج سيمانات في الليغ 2 كان ريد ستار كونتر اوبيرفيلي كان ماتش اميكال الحمد لله كان اول ماتش ديالي بروفيسيونيل. الحلم ديالي هو كاي حكم كيمارس في الدوري الفرنسي هو يدير ليغ 1 تاع فرنسا ومن بعد ان شاء الله شوبيونز ليغ. دونك خاصها تكون عندي شارة دوليه فرنسيه باش ندير شوبيونز ليغ. والحلم الاكبر هو نمثل نكون في لاكوب دي مونت علاش لا سورتو 2030 ان شاء الله الا كانت نظمت هنا في المغرب. وكنتمنى نكون كنمثل في هاد لا كوب دي موند بالرايه المغربيه.